مهاري بيلعب الكرة جميلة جدا رح تطمط الجزاء كرة تسديدة ولكن حارس المرمى على الإنجاز طبعا يرفع كرة باتجاه القاضي رأسية القاضي ولكن زين طحاني متقدم بيلعب الكرة بين يدي الدويه عباس بيلعب بعرض الملعب وحسن الحاج أنطوان بيخلص من الهدف الخامس اللي كانوا عم يلعبوا شوط أول مميز وكرة خطيرة أيضا ولكن خطيرة 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 فريق طرابلس جول 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 ولكن مرة سمير عبد الرحمن بيتقدم بيعلي رأسه بيلعب كرة خطيرة 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 ما معقول شو صار باللحظات ما معقول حارس المرمى قدم بعده خطير الكرة كرة خطيرة 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 جول 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 ما معقول مرة جديدة مرة إنجاز كرة بعدها خطيرة ما عم تعمل يا حارس عم يلعب كرة انفرادية إذا إسماعيل حسين بمواجهة دوي إسماعيل حسين شو عم تقدر يا إسماعيل شو عم تقدر 10 على 10 يا أنطوان جديد يعني عم بيحاولوا يقطعوا الكرات كرة شو بيقول الحكم ما بيقول في شيء ولكن بطريقة رائعة 22 محمد العجي عم بيسدد ولكن كادت تغالط عمل تشكيل إضافي فنية بتشكيلة التضامصور الارتقاء عاليا وأنطوان دوي عم بيخلص الكرة قطعة الجزاء يوجي بيمر بيسدد وأنطوان دوي بيخلص مصطفى والبحث عن الكرة العرضية ويوجي وأنطوان كان الطبيعي إبراهيم أبو جبل بهالأثناء عم بيقود هجمة لصالح التضامصور إبراهيم أبو جبل عم بيسدد بين يدي حارس المرمى كان بإمكانه التمرير جدا حيدر أبو زيد بيلعب كرة كرة خطيرة خطيرة جول جول كرة آخر لحظة والقطية اللي عم يعمله ولكن بيعود وبيستلم يوسف بركات بيسدد تسديد الزحفة لكن كرة لمين؟ تبقى من دون مشاكل لحارس المرمى أكرم طراد هو عمري بطريقة رائعة بيلعب الكرة العرضية لمهنا رأسية وأنطوان الدوية ينفرد حسين عواضة كرة عند عيسى بس عيسى مين دخل مين عم يستلم تسديدة وكمان على المرة الثانية أيضا تسديدة وبتخلص أنطوان دويهي ببراعة عند القاضي قاضي لحيدر شو عم يعمل الصفويين شو عم يعمل الصفويين وتسديد انما الكره ضيع بيلعب الكره للقاضي قاضي بيلعب الكره لعند جواد غير متسلل جواد وايضا اكرم غير متسلل بتقدم الشور مع الريناوي بفضل انه هو يسدد من هذا المكان بترتد الكره لاحيه مهاريات المباراه حسن العزيز بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء انطوان بيهي بيصد بالبوك متسلل معه اكرم معه اكرم معه اكرم معه اكرم كره باخر لحظه بيصد بردة انطوان دويه بيعمل حيدر بيكملها بيحط على موسى الطويل موسى الطويل موسى الطويل انما بين يدي تدخل رائع من حارس الكره وادم بركنيه عالي داخل منطقه الجزاء من زين بيعصب الكره العرضيه الركنيه بيرجع لسلطان حيدر داخل منطقه الجزاء جلول بيعلي الكره عالي داخل منطقه الجزاء لحيدر خريس اللي بيسدد على الكره انما انطوان بنطل اذا فرام بيتوخر داخل منطقه الجزاء زين كره اللعب بحارس مرمى عم بيخلص خطا مباشر هي تشكيله المدرب غسان خواجه اللي عم بيساعده فرانسوا دحدح تسعى اليمنى هي الجهه الفعاله اكثر جهه خليل بدر بمرد منطقه الجزاء ومهدي الزين سقوط بالتسلل مع كره للتكجي بيلعبها بلمسه رائع منه لمهدي الزين بيسدد الكره انطوان دويهي بيصدها بيردها حلوه الكره للنجم ايمن عمر الكردي بسريع جدا بيلعب الكره العرضيه لاضافه هدف الرابع السبليني وانطوان دويهي بيعمل انجاز على الكره ويبعد الخطوره عن مرماه